طيب رجعنا تاني لويس مايا نجم ريال مدريد وبرشلونه الاسبق. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري، سعداء بتواجد واحد من افضل لاعبي الوسط في تاريخ ريال مدريد. اهلا وسهلا، مساء الخير. بدايه كده لازم اتفضل، بدايه كده لازم اسالك على تاريخك العظيم مع ريال مدريد اللي كان مليان انجازات وكان مليان اداء رائع جدا وعدد كبير جدا من المباريات، تتذكر في ايه هذا التاريخ العظيم وهذا الجيل الرائع وقتها لريال مدريد؟ Me preguntas por mi tiempo en el Madrid. Sí. هتسألني عن فترتي في الريال مدريد. صحيح. Bueno, han pasado mucho tiempo ya, ¿no? مر وقت طويل على حين كنت لاعب في الريال مدريد. Estuve 7 años, la verdad que fantásticos en un gran club. مضيت 7 أعوام من أفضل أعوامي مع الفريق. Con grandes jugadores, con مع لاعبين كبار وعمالقة وتاريخ detrás del club muy importante. وتاريخ حافل من الإنجازات الهامة. Y bueno, pues tengo un grandísimo recuerdo de mi paso en el Madrid. ولدي كثير من الحنين للفترة اللي قضيتها في ريال مدريد كلاعب. Eso es. وهذا أي اللاعبين تتذكرهم بشكل جيد وعظيم في جيلك الرائع جدا مع ريال مدريد؟ Los futbolistas que recuerdo. Sí. Vale. A ver, he jugado en la primera época con futbolistas. لعبت في الفترة الأولى مع لاعبين مثل como Ultragueño, como Ultragueño, Sánchez. Y luego en la última época, pues como futbolista. وفي الفترة الأخيرة لعبت مع لاعبين como Raúl González. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Yo creo que, bueno. أعتقد أن. He tenido la suerte de estar durante 7 años. حالفني الحظ لقضاء 7 أعوام مع للعب مع أساطير للكرة مثل هؤلاء. واللعب لنادي تاريخي من أفضل نوادي أوروبا. هذا الموسم لريال مدريد شايفه موسم جيد سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا، ولا شايف أن موسم ريال مدريد هذا العام مش أفضل موسم مع كارل أنشيلوتي؟ La marcha de este año, de esta temporada. Sí, sí. Bueno, a ver, este año hubo un cambio de entrenador. كان هذا العام مرينا بتغيير في المدير الفني. Había algunas dudas desde el principio. كان هناك بعض الشكوك من البداية. Pero con el tiempo. creo que la gente del Madrid está contenta con el equipo. ولكن مع الوقت أعتقد أن مشجعي مدريد مبسوطين من نتائج الفريق. peleando por la Liga y peleando también por la Champions. في اللعب في الدوري الإسباني وأيضا دوري أبطال أوروبا. Y bueno, yo creo que ahora este mes es un mes clave. وهذا الشهر انا ارى يعني انه شهر مفتاحي في انجازات الريال مدريد هذا الموسم. Siempre el Madrid siempre aspira a ganar máximos títulos. نادي ريال مدريد دايما بيسعى لتحقيق افضل الالقاب. Sobre todo la Champions. الشامبيونز ليج على كل. Y
tiene un partido pues que es clave, ¿no? Para ellos, que es el día del partido de la vuelta de los PSG. وايضا مباراة العودة مع البي سي جي هي مباراة مفتاحية ومهمة. Sí, va a necesitar la mejor versión, el mejor juego para poder eliminar al PSG. لتقديم أفضل صورة للمباراة وأفضل أداء أمام الفريق. Y sobre todo el apoyo de todo el estadio. وأيضا يسعى للحصول على الدعم من كافة المشجعين في الملعب المباراة. طيب عايز أسألك بقى، المباراة فنيا كيف يتعامل معها ازاي كارلو أنشيلوتي؟ مباراة بي اس جي القادمة يتعامل معها ازاي فنيا؟ شايف التشكيلة المناسبة لهذه المواجهة تكون ايه عشان يقدر ريال مدريد يعبر هذه المواجهة الصعبة جدا؟ A ver, yo creo que necesitan sacar su mejor versión. أعتقد أنه يجب أن يصنعوا أحسن ما لديهم في هذه المباراة. El PSG hizo un gran partido allí en París. المباراة أمام ال بي سي جي مباراة هامة وصعبة. Pero yo creo que si es capaz de ولكن أعتقد أنهم نعم يستطيعون أنهم قادرون على إطلاق هجمات وأيضا الدفاع بشكل جيد a los jugadores de ataque del PSG. وبشكل عام تحقيق كتلة دفاعية أمام لاعبين PSG. Sobre todo a Mbappé que me parece que ahora mismo está en. وبالذات امبابي لأنه الآن يعتبر في قمة مجده. Es para mí un jugador casi imparable y necesitas pararlo como equipo. في نظري مبابي هو لاعب يصعب إيقافه ويجب التعامل معه بشكل عام كفريق. هل تتوقع انضمام مبابي لريال مدريد مع نهاية الموسم؟ ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. Creo que al Madrid al final de la temporada ganará. ¿Qué? Si Mbappé. Ah, vale, si Mbappé va a unirse al Madrid. Vale, que no te entendía. Pues la verdad que lo desconozco. ليست ما عنديش معلومات عن هذا الموضوع. El Madrid está con muchas ganas de ya lleva tiempo detrás de Mbappé. نادي ريال مدريد بقاله فترة بيلاحق امبابي ويحاول التعاقد معه. Pero entiendo que el PSG según a nivel deportivo. ولكن أعتقد إن باريس على المستوى الرياضي. Es capaz de ganar la Champions. Es posible que pueda convencer a Mbappé. قادر على الفوز ببطولة الشامبيونز وكذلك إقناع مبابي بالاستمرار للعب في الفريق. السؤال الجاي ليك يتعلق ببرشلونة. برشلونة ما بعد ليونيل ميسي. الآن برشلونة يعيش فترة جديدة، فترة فيها تطوير كبير في كرة القدم مع تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق. هل تتوقع طفرة جديدة لبرشلونة مع تشافي؟ أعتقد أن برشلونة الآن بيمر بتغيير دوري. Y necesita su proceso, necesita su tiempo. ويعتقد أنه برشلونة يحتاج إلى الوقت للمرور بهذه عملية التغيير. Sí. Hola. Sí.
طيب سؤالي اللي جاي ليك يتعلق ب ليفربول وتشيلسي، هل شاهدت مواجهه اليوم في كاس رابطه المحترفين مواجهه ليفربول وتشيلسي، رايك فيها ايه لو كنت شفتها؟ El partido de hoy de el es que no acabo de ver, no acabo de entenderte lo que me preguntas. Sobre el partido de Chelsea. Es que no he podido verlo. قطع مشاهدة المباراة. لويس مايا نجم ريال مدريد وبرشلونة الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم، واحد من نجوم الكبيرة لعبة ريال مدريد وأيضا لبرشلونة في التسعينات، أنا بشكرك شكرا جزيلا. مداخلة مهمة مع لاعب مهم، لاعب رائع كان وقتها وأيضا مدرب كبير ومدرب محترم.